الأخ أحمد يسأل ويقول: هل كرهت المطلقة إذا كانت في العدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة ففيها تفصيل. أولا، إن كان طلاقها رجعيا أي يحق لزوجها مراجعتها في العدة فإنها ترث إذا مات، لأنها زوجة لها مال الزوجات فلها الميراث، لأنها لم تخرج من عصمة زوجها ولا تخرج إلا بتمام العدة إذا لم يراجع. أما إن كان طلاقها بائنا، إذا كان طلاقها بائنا أي ليس لزوجها حق الرجعة، فإنها لا ترث من زوجها، سواء كانت بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى. والضابط في ذلك أنه لا يحق لزوجها مراجعتها في العدة، ولا تحل له إذا كانت البينونة صغرى إلا بعقد جديد، وإن كانت البينونة كبرى إنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويطلقها.